تفاصيل اقتحام الشرطة لعمارة الذهب. كشفت مصادر مطلعة عن العثور على عملات أجنبية، دولار وريال سعودي، ومبلغ 20 مليون دولار داخل خزن بعمارة الذهب، فيما تم القبض على 8 من كبار التجار. وأكدت المصادر توفر معلومات من الأمن الاقتصادي تفيد بأن مجموعة من التجار تعتزم رفع الدولار إلى 300 جنيه الأسبوع القادم. نضوب أبار نفط. لامس النضوب الطبيعي أبار نفط مما أدى أخيرا إلى انخفاض في إنتاجه وتحقيق عجز بنحو 3000 برميل يوميا. وفي تصريح أدلى به وكيل وزارة الطاقة الدكتور حامد يحيى للانتباه أمس، عزى نقص إنتاج الخام بالحقول إلى سببين رئيسيين في النضوب الطبيعي، إضافة إلى عدم إحداث تطوير لحقول جديدة عبر استكشاف الأبار. الوساطة تم حسم دمج القوات في الترتيبات الأمنية لمسار دارفور. أعلنت الوساطة الجنوبية أن الأطراف السودانية في ملف دارفور أنهت قضية دمج القوات في إطار المفاوضات الجارية حول الترتيبات الأمنية. وأكد عضو وفد فريق الوساطة ديو موتوك حسم قضية دمج القوات في ملف الترتيبات الأمنية في مسار دارفور، وقال: أحرزنا تقدما كبيرا في مسألة الترتيبات الأمنية لمسار دارفور. والي كسلا يتمسك بمنصبه ويتهم النظام البائد بتأجيج الفتنة في الشرق. تزايدت حدة التوتر والخلافات بولاية كسلا أمس عقب تسيير المجموعة المؤيدة للوالي صالح عمار مليونية أكدت فيها تمسكها بتسلمه لمهامه بالولاية، في وقت سدت فيه حالة من الحذر والهدوء بشوارع كسلا عقب إرسال التعزيزات من قوات الشرطة إلى ولاية كسلا جوا وعبر طيران الشرطة. السلام عليكم.